وما زلنا في تحليل البيئة ومعرفة نقاط ضعفنا. ومن معرفة نقاط ضعفنا لابد أن نتعرف على مدى قدرتنا في تحكمنا في برمجة ذواتنا. ومن معرفة برمجة الذات لابد أن نتعرف على تقسيمات الوقت. الوقت ينقسم إلى قسمين، قسم أنت تتحكم فيه وقسم غيرك يتحكم فيه. أضرب أمثلة في القسم اللي أنت تتحكم فيه. مثلا أنت موظف في أحد الشركات، تعمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 عصرا. الوقت ما بعد 5 عصرا هذا وقت أنت تتحكم فيه، تقدر تضيف فيه المهام اللي أنت تعمل فيها واللي أنت حاب تعمل فيها، لأن ملكك الوقت هذا صار. أيضا من الوقت الذي تتحكم فيه وقت أصحاب المشاريع الريادية أو رواد الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة وأصحاب المشاريع، لأنهم هم الذين يملكون هذه المشاريع، فالوقت تبعهم. ومن أمثلة الوقت اللي غيرك يتحكم فيه هو مثلا أنت حجزت موعد مع طبيب أسنان، هذا الموعد صار ملك طبيب الأسنان، فلا بد أن تفي بهذا الموعد، فالوقت انتقل من ملكيتك إلى ملكية طبيب الأسنان. مثال آخر غيرك اللي يتحكم فيه في الشركات، أصحاب الشركات هم الذين يضعون نظام العمل أو ساعات العمل، مثلا من الساعة 8 للساعة 5، هذا الوقت أنت ما تتحكم فيه، اللي يتحكم فيه هم أصحاب الشركات. فالقاعدة تقول هنا كلما زاد الوقت الذي تتحكم فيه زادت إنتاجيتك. فبمعرفتنا لمدى قدرتنا وتحكمنا في برمجة ذواتنا وإدارة ذواتنا، نتعرف على أهم أعمالنا والأعمال المهمة التي نقدر نتحكم في أوقاتها. هل تريد أن تستمر مثلا في الوظيفة أو تعمل في مشاريع طموحة ولها أثر؟ ولكي ننطلق من قاعدة صلبة في الإنتاجية، لابد أن نتعرف على صفات الشخص الفعال، ونتعرف على الصفات المساعدة والصفات الأصيلة، وفي بعض الصفات السيئة أيضا سوف نتعرف عليها لكي نتجنبها. خلونا نأخذها صفة. يستيقظ مبكرا، هذه صفة جيدة، ولكن بعض الناس بعد ما يصحى من النوم ممكن يضيع أغلب وقته في تصفح السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وممكن تكون صفة سيئة عند بعض الناس. ينام متأخرا، هذه الصفة ممكن تكون غير جيدة، ولكن عند الآخرين لأنه إنتاجيته في المساء فينام متأخر فتكون عنده صفة جيدة. مشغول دائما، كثير الحركة، لا يتعب بسرعة، هذه صفات كلها مساعدة. قائد محبوب، غير مركزي، هذه كلها صفات جيدة ومساعدة. يحرك من حوله باستمرار، لا يتردد بقول لا، عنده مهارة في إدارة المقاطعات. لديه أهداف واضحة، هذه أيضا صفة جيدة ولكن غير كافية حتى لو أنها مكتوبة. لا تكفي أن يكون الشخص فعال فقط أن يكون لديه أهداف واضحة ومكتوبة، لابد في صفات أخرى مع الأهداف وكتابتها. صعب مقاطعته، قراراته سريعة. قراراته سريعة هذه ممكن تكون مصيبة، لأن أغلب الوقت يضيع في تصحيح القرارات الخاطئة، وبالتالي القرارات الخاطئة هذه سببها أن القرارات تؤخذ بطريقة سريعة وغير متأنية، فلا بد الإنسان يتعلم مهارة اتخاذ القرارات. لديه أعمال
وأكثر من عمل يدير عدد كبير من الناس، يحترم أوقات الآخرين، كلها صفات جيدة تحتاج موعدة لمقابلته. هل هو فعال أو لا؟ برضو لابد أن نفكر في هذا السؤال. يحقق النتائج المطلوبة في الوقت المحدد. نعم، هذه صفات الشخص الفعال، عنده أهداف ويعرف كيف يحقق الأهداف ومتى يحقق هذه الأهداف. يكمل عمله من منزله، هذه صفة غير جيدة أو سيئة. لديه القدرة على الانتقال بسرعة من عمل لآخر، هذا يسمى في الإدارة مرض الفراشة، بحيث أنه ينتقل من عمل إلى عمل آخر ولا أنهى العمل الأول. وأخيرا، يعمل جيدا تحت الضغط وأثناء الأزمات. لا بد الإنسان أن يعمل تحت الضغط جيدا وأيضا في غير الأزمات. ولكي نعرف هل نحن نتقاضى أجر يمثل خبراتنا ومؤهلاتنا، لابد أن نحسب تكلفة أوقاتنا. كيف؟ المعادلة تقول إجمالي دخلك السنوي، مثلا هو راتبك الشهري، وإذا عندك دخل آخر غير الراتب، تقسيم 1000 ساعة عمل في السنة. ناخذ مثال، لو إجمالي دخلك السنوي 60,000 ريال، تقسيم 1000 ساعة عمل يعني قيمة ساعة عملك تساوي 60 ساعة، 60 ريال في الساعة. السؤال الأهم، هل أنت راضي عن هذه القيمة؟ إذا أنت راضي عن هذه القيمة فاستمر وحاول تزيد من قيمة تكلفة وقتك. وإذا أنت غير راضي، لابد أن تبدأ في رحلة التغيير والإنجاز. كيف؟ مثل ما ذكرنا في أول الدورة، لابد يكون عندك أهداف ومشاريع طموحة ولها أثر. في هذا التمرين الذي أسميته عوامل سوء برمجة الذات، المطلوب منا أن نتعرف على هذه العوامل، وخاصة الدائمة والغالبة في حياتنا، ونحاول أن نعالجها. مثال، أنا عندي مشكلة دائمة في الافتقار للتخطيط، ما عندي خطة حياة، لابد أن أتعلم وأكتب خطة حياتي. أنا غالبا ما أسوف وأؤجل الأعمال، فلابد أن أتعلم مهارات لأتغلب على تأجيل ومرض التسويف. المحاضرات القادمة بإذن الله عندنا مهارات تساعدنا في التغلب على هذه المشاكل. ألقاكم في المحاضرة القادمة.